الكتاب الذي يعد جليس في هذه الأيام. تحت هذا الشعار انطلقت فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب بدورته 36 الذي ينتظم بعد انقطاع دام عامين بسبب أزمة كورونا. المعرض الذي تستمر عروضه حتى 21 من نوفمبر شهد مشاركة لافتة للنساء الكاتبات في هذا العام، كما تعددت فيه الكتب التي تتناول قضايا الحريات والثورة والعديد من المواضيع التي تهم القارئ العربي. إذن رؤى تحت شعار خير جليس في الأنام كتاب انطلقت فعاليات هذا المعرض، معرض تونس للكتاب، والذي شهد ضعفا بالإقبال من قبل الشارع التونسي، وذلك بسبب الأزمات التي تعاني منها البلاد إضافة لتحديات الجائحة الصحية. بداية دعونا نتابع المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. تحتفي الكاتبة ذكرى الكشباط بتوقيع أول رواية لها وتحمل عنوان عصا فضة في معرض تونس الدولي للكتاب. ذكرى تطرقت في روايتها إلى دور المرأة في النضال من أجل الحرية والانعتاق رغم الكوابح المجتمعية والسياسية. تحدثت عن الدور النضالي للمرأة التونسية. صحيح أن استقلال تونس أتى بالثورة الحزبية وأتى أيضا بالسلاح، وأيضا للمرأة كان لها دور كبير جدا يعني في الدعم. إذا لم يكون للكاتب قضية وأهداف، يعني ما قيمة الكتابة إن نحن لم نوقظ هذا الواقع ومشاكل الواقع. معرض تونس الدولي للكتاب انتظم بعد عامين من التوقف بسبب أزمة كورونا التي أثرت بشكل واضح على حركة نشر وعرض الكتب، لتمثل عودة المعرض متنفسا للكتاب والناشرين. ماش دار نشر اللي تمكنت باش يعني تقفز رغم الصعوبات هذيك. سنتين ونصف بدون معرض خلفوا آثار كبيرة. كل ما أتمناه أنه يعني ما يأتي الآن وما يأتي من بعده يمحو تلك الآثار السلبية. والله هي فرحة السنة وفرحة مسار، فرحة تونس، لأن الكتاب هو مكتبة متحركة متنقلة، ولأن الشباب يراهنوا على الرموز. الشباب والمعاهد الثانوية في تونس توا في حاجة أكيدة للكتاب. إقبال كبير من قبل الشغوفين بالكتاب والمطالعة على المعرض الذي يمثل فرصة للكثيرين للبحث عن ضالتهم وسط آلاف العناوين. صاروا تظاهرات أخرين، معارض أخرين، ومعرض الكتاب محل كان بعد عامين، وفما فقر معناها في الكتب في تونس، وفما ثمن باهظ متاع الكتب، وفما عزوف على المطالعة، ومفماش تشجيع على المطالعة. المعرض الكتاب عنده قيمته، حاجة يعني عودة الحياة. وعاد لعبت تقرأ تشوف. 20 بلدا سجلوا مشاركتهم في دورة معرض تونس الدولي للكتاب هذا العام، وقد تقلص عدد العارضين قياسا إلى الدورات السابقة بسبب تواصل تداعيات أزمة كورونا. عودة معرض تونس الدولي للكتاب بعد عامين من التوقف بسبب أزمة كورونا يمثل في نظر الشغوفين بالكتاب عودة للحياة، وهو ما يفسر الإقبال الكثيف على هذا المعرض. توفيق عائشة، الحرة، تونس. دعونا نتعرف الآن على بعض الأرقام والحقائق حول معرض الكتاب الدولي 36 في تونس. المعرض الذي يقام في قصر المعارض بالكرم يأتي هذا العام بمشاركة 150 عارضا محليا من تونس، وأيضا يتضمن المعرض مشاركة نحو 300 عارض أجنبي من أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية، ومنها موريتانيا ضيفة الشرف. المعرض هذا العام يحتوي على عشرات الكتب النادرة، كما يشكل المعرض فرصة لإلقاء الضوء على الإصدارات القديمة غير المعروفة. وأيضا يتضمن الحفل حفل الافتتاح الذي حضره الرئيس قيس سعيد إعلان جوائز للإبداع الأدبي حصدها العديد من الكتاب والكاتبات التونسيات كفتيحة بن فرج وأسمهان الفرجاني. تابع الموضوع أكثر رؤى مع ضيفتنا من تونس الكاتبة والأديبة الدكتورة رفيقة البحوري. مرحبا بك معنا دكتورة رفيقة. نبدأ معك أنه بعد ساعات من الآن لديك حفل توقيع لكتابك في المياه المالحة، واللي حصل سابقا على جائزة معرض تونس للكتاب للإبداع النسوي حول الحقوق والحريات. أخبرينا أكثر عن هذا الكتاب.
شكرا للحرة، وسعيدة جدا بأن أكون معكم وأتواصل مع جمهوركم. وبالنسبة لهذا الكتاب، في الواقع كتبته سيرة ذاتية، هو ليس رواية وإنما هو سيرة ذاتية، وهو باعتراف النقاد أول سيرة ذاتية نسائية في تونس. وأنا أردت أن أكتبه لأن كثير من مشاكل المرأة غير مطروحة من وجهة نظر المرأة، رغم أن الكاتبات التونسيات هن كثيرات، نجد منهن مثلا أمنة رميلي، أميرة غنيم، مسعود أبو بكر، أمال مختار، يعني كتبنا عن النساء، ولكن عمق المشاكل النسائية من وجهة نظر نسائية ظلت أكاد أقول محتشمة. نعم. ولذلك أردت أن أغوص في هذا البعد. جميل. تجربة المرأة في الحياة العامة وتجربتها في الحياة الخاصة. جميل. وكان أفضل شكل هو السيرة الذاتية. جميل. دكتورة رفيقة، يعني اسمحي لي أسألك، إذن يعني مع تواصل الفعاليات في معرض تونس الدولي للكتاب، كيف تقرأين المشاركة النسائية فاعلة في هذا المعرض؟ طبعا من وجهة نظرك، يعني هل المرأة أخذت حقها فعلا يعني على المستوى العربي في المجال الإبداع الأدبي؟ بالنسبة للعالم العربي، في الواقع ليس لي الاطلاع الكافي لأحدد رأيا موضوعيا، ولكن أقول إن الأسماء أقل من نسبة النساء في المجتمع العربي. بالنسبة لتونس هنالك يمكن أن نقول تطور كبير، ونسبة كبيرة من النساء المبدعات، أعداد الكتب التي صدرت بإبداع وبقلم نسائي هي كثيرة، ويمكن أن نقول إن الأسماء الموجودة يعني يمكن نقول بشيء من التجاوز، بشيء من التفاؤل، إنها معناها إيجابية، ونجد الكثير من الأسماء التي اتخذت مكانا جيدا وحصلت على الجوائز ووجدت معناها الصدى الجيد من القراء. فمنزلة الكاتبة التونسية هي نسبيا طيبة، وعدد الجوائز يشهد على ذلك. أعتقد أن الكاتبة التونسية التي معناها لها جودة في الكتابة يمكن أن تصل إلى المستوى المرجو. لا نكاد نشاهد هذا الضغط الذي كان موجود والمحاصرة التي كانت موجودة للكتابات النسائية، فعدد الجوائز معناها يشهد بذلك، وهو بنسبة طيبة بالمقارنة مع عدد الكاتبات. طيب. وهن معروفات في تونس وفي العالم العربي. دكتورة رفيقة، يعني عرض خلال المعرض عشرات الكتب النادرة والإصدارات القديمة غير المعروفة حتى، ما هو تقييمك لهذه الخطوة؟ هذه خطوة إيجابية جدا، لأنه بلا ماضي لا يكون لنا مستقبل. وفي العالم العربي كثيرا ما نتحدث عن الماضي دون أن نعرفه بالفعل، والكثير من الأفكار الخاطئة والتوجهات خاصة في المستوى الاجتماعي والسياسي تنشأ من هذا الجهل. فهذه المخطوطات في الواقع تحمل تاريخ وتحمل حضارتنا، وأعتقد أنها خطوة إيجابية، ويشرف تونس أن تكون لها الصدارة في هذا المعرض، وهي بالأساس في جناح موريتانيا الذي هو ضيف الشرف. فأعتقد أن إحياء التراث جزء هام، لأن الكتاب يحمل التراث الجيد، يحمل البعد العام
العام أحياناً معناها البعد الحضاري العام، ويمكن الاطلاع على حقائق التاريخ العربي الإسلامي قيمته القيمة. ولكن برأيك في ظل التكنولوجيا والتطور الرقمي، كيف يمكن الحفاظ على الكتب الورقية لا سيما لدى جيل الأطفال والشباب؟ هذه معزلة في الواقع، وأنا بطبعي أؤمن بالتقدم، ولذلك لا أستطيع أن ألعن التكنولوجيا الجديدة. هذا ليس من طبعي أن أتخذ مواقف محافظة، ولكن للكتاب قيمته التي لا يجب أن نتخلى عنها أو يعني تسقط في معناها النسيان أو في التهاون. أعتقد أن التكنولوجيا يمكن أن تساعد على نشر الكتاب، والأفراد كذلك، والجمعيات والحكومات. إذا ما أعطى الجميع قيمة للكتاب الورقي، فإن التكنولوجيا نفسها تصبح وسيلة ترويج له، ويمكن أن تعرف به، ويمكن أن تشجع على اقتنائه. ف يعني الآن التكنولوجيا بالطبع تكاد تقضي على الكتاب، لأن المحتوى الموجود هو في الواقع غير، معناها التكنولوجيات الحديثة تقدم أشياء تجذب الشباب، وليست كثيرا ما تكون غير مفيدة بالفعل. ولكن تقنيات الكتاب لا تتوازى في الجاذبية مع هذه التقنيات. نشكر مدخلتك، ويعني نبارك لك بتوقيع كتابك. شكرا لوجودك معنا، الكاتبة والأديبة الدكتورة رفيقة البحوري، شكرا جزيلا لك.